قال من رد على السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال من رد على الذين يقولون إن المناظرات ما من الدين؟ ده بيقولها واحد في الذهب هناك. قال ما في مناظرات، وده ما فاهم الحصر. شوف لما تقرأ بعض الكتب بتاعة المنهج والسنة زي البربهاري والسنة الإمام أحمد وغيره، بتلقى في بعض كلامهم زمل شنو؟ للخصومات في الدين وللمناظرات. تقرأ تاني لنفس العلماء ديل ذاتهم في مواضع أخرى تلقاهم شنو يا جماعة؟ هم ذاتهم بناظر. الإمام أحمد ده ما ناظر المعتزلة في مسألة خلق القرآن، مناظرات كثيرة جدا، كثيرة لا تحصى ولا تعد، وغلبهم كلهم خلاص. وكذلك البربهاري وكذلك الأئمة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ناظر المشركين بالمناسبة مناظرات. تجد كثير من المناظرات دي موجود في كتاب معالم التنزيل اللي هو تفسير البغوي، تلقى كثير من المناظرات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، ذاكرة البغوي والأسانيد وكيف حجاهم وكيف غلبهم، مناظرات النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. فمعنى كلام الأئمة ده الإمام أحمد وغيره مش ما في مناظرات، ده الفهم غلط. في مناظرات في الدين لكن عندها شروط، إذا لم تتوفر شروطها يبقى ما في مناظرة، ما تناظر يعني. إذا الشروط دي ما تحققت وتوفرت يبقى شنو يا جماعة؟ ما بجوز لك تناظر. فهم ذموا المناظرة غير الجائزة ومدحوا المناظرة الجائزة، ده بس خلاصة الموضوع. وابن تيمية حياته دي كلها ما بناظر أهل البدع وأهل الشرك وعباد القبور، حياته كلها لحد ما مات جوا السجن، ده موضوعه، وكتبه دي كلها ردود. فما فهموا الحاصل، أو هم فهموا لكن ده يكذبوا على الناس. خلاص الأمر ده واضح، ما فيه كلام كثير يا أخي. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.